اللي ما عدا كده سعيد. مش لاقي حته اروح. طب قوم خش يلا على مسخنك شويه ميه استحمى ونام. انا هدومي كلها عند الواد عماد. طب روح هاتهم انا مسخنك الميه. ايه يلا. يا برنس. كفارة يا برنس. خرجت يعني. مش كفاية كده يا برنس؟ لا مش كفاية. لسه فاضل 80,000 جنيه. هبهدلك واحبسك بيهم. ونهايته. عايز ايه؟ عايزك تستلف من اي حد تقدر تستلف منه، وتنصب على اي حد تعرف تنصب عليه، لحد ما تقف لوحدك كده زي الجربان. عايز اعملك عبره لاي حد يفكر انه يسرقني. اسمع بقى يا راجل، انا ما عنديش حاجه اخسرها ولا عندي حاجه ابكي عليها، فاهم؟ ابعد عني، ابعد عني. سعيد، انا عايز فلوس يا سعيد. ابعد عنا سلامة. مش هسيبك. عايز فلوس يا حرامي. ابعد عنا سلامة. تنصب عليا يا سعيد. ابعد عنا سلامة. بتنصب عليا. وتضربه كمان. وانت مال اهلك. كمان انت مال اهلك. انت نصاب وعايز تضربه. يا ابني انت مال اهلك. وهربيه. لو جاوبتني على سؤال واحد بس كمان. طب ما تخليهم 100 جنيه واجاوب على سؤالين. اخليهم لك 100 جنيه. سعيد فين؟ معرفش. والله العظيم ما اعرف. هو بقاله 3 ايام غايب عن الحته بس، ورحمه امي لو شفته هقول لك. مش يمكن يكون عند أنتخة؟ لا، هو لو عند أنتخة كان ظهر. يعني ما تعرفش هو فين؟ هيكون فين؟ أكيد مغطس في حتة هنا ولا هنا، يوم ولا اتنين وهيرجع تاني. طمن. أنا خايف يكون طفش. لا لا لا، البرنس ده زي السمك، ما يعرفش يعيش برا الحارة بتاعتنا دي. ماشي، امسك. تمام سعادتك.
وليك عندي 100 جنيه. أول ما تعرف سعيد فين تطير تيجي تبلغني. حاضر. بس أنا عايز أقول حاجة معلم رامي. الواد البرنس هو نصاب حبتين، بس والله العظيم والله العظيم هو في الآخر عيل غلبان. أنت كويس؟ الحمد لله. عندك عيال؟ الحمد لله. مش عايزك توحشهم. مساء الخير يا استاذ عماد، كنت عايزاك في كلمتين. مساء الفل، بس انا اسف مش هقدر اقولك اتفضلي. وانا مش ممكن ادخل، والوقفة كمان عباب شكلها وحش. ممكن نتقابل بره؟ طيب استنيني عند محطة الاوتوبيس وروح نقعد في اي حد. متشكر. هي ليه كل الناس مش مصدقني معرفش سعيد فين؟ اولا متشكرة على الرقم، ثانيا انا مش قصدي اكدبك، انا بس عايزه اطمن عليك. طب ممكن اسالك سؤال؟ انا مش قصدي يعني، بس لا مؤاخذه زي ما الناس ما بتقول انه نصب على خطيبك واتهمك في الذهب، فبتطمني عليه ليه؟ هو السؤال ده اجباري ولا اختياري؟ اختياري طبعا. يبقى مش عايزه ارد. ما انت لو ما رديتيش انا احط له رد من دماغي. براحتك، مش هقدر الومك. هستاذن انا عشان ما يلاقوش عليا في البيت. استني بس، انت مستعجله على ايه؟ استاذ عماد متخيش انت من فكرت اسالك. يا لهوي، ايه الافلام العربي اللي انت عايشه فيها دي؟ ده انت بتفكريني بيوسف وهبي. انا فعلا بحب الافلام العربي وبحبه قوي. هو مين ده؟ يوسف وهبي. يا بختك يا برنس. طبعا الفل يا ريس. يور براذر سعيد البرنس يعني من ايجيبت. انا كنت عايز اسال على موضوع كده، انا بس كان عندي مشاكل هنا بس قدنا سطر يعني الحمد لله. بسال على مكنه كده انام فيها. جود مورنينج. معلش من اولها كده انا مش جاي عاكس يعني عشان ما تفهمنيش غلط. مش جاي. لا انا بصي كنت عايز اسال على بسال على حاجه بس على زي اللهم صل على النبي فندق. منسيون. اوتيل. اوتيل. هوتيل. طمطم دي يعني كده على طول؟ بطم. ربنا يخليكي، والله انت جدعه جدا. ربنا يخليكي. هي بتتشبه اثار الحكيم ولا انا بتهيألي؟ يا بنت الجزمه. كابتن مفيش زورة مية هنا؟ ايه اللي في الزوق دي؟ ايه مستر؟ انا عايز اروح بورة المية. ديفاني مايو. حمام. ديفاني مايو. حمام. يا نهار اسود. وبعدين في البلد اللي محدش فاهم فيها حاجة دي. Speak English. Speak English. English. دورة المية. دورة الووتر. مزنوق. دورة المية. يا عم انت زعلان ليه؟ بقولك دورة المية. هو يوم اسود من اوله باين. يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، ما شافش الولاد السمر الشداد،
وتحدي المحن. ايه شو تقدم زيليش؟ انا طيب